قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إبراهيم رمضان إن جلسات الحوار الوطني شهدت العديد طرح العديد من القضايا الهامة، من بينها شمولية الموازنة العامة وضبط وترشيد الإنفاق. وأضاف رمضان أنه من المهم تطوير طريقة طرح الموازنة من خلال البرامج والمشروعات. فكرة شمولية الموازنة أن أنت يبقى عندك شمولية للموازنة، ضبط للإنفاق، ترشيد للإنفاق، وواحدة من الحاجات المهمة أن حضرتك يبقى عندك كفاءة للنفقة، يعني حضرتك تطلع نفقة يبقى فيها كفاءة فيها وفيها حوكمة فيها. فواحدة من الموضوعات اللي اطرحت فكرة موازنة البرامج والأداء، وموازنة البرامج والأداء ببساطة علشان نسهل على السادة المشاهدين فكرة التحول من موازنة بنود وأنواع، يعني بند أجور، بند مرتبات، بند مكافآت، إلى إن احنا نخلي الموازنة تتقلب برامج ومشروعات. يعني ايه برامج ومشروعات؟ يعني حضرتك وانت بتقدم الموازنه بتقدمها لي على هيئه مشروع ليه مؤشرات وليه معايير قياس، من خلالها اقدر اتابع موازنتك لحظه بلحظه، وعليها بيحصل اللي انا قلت لحضرتك عليه، ضبط للنفقه، شموليه انت شايف الموازنه ومشروعاتها عامله ازاي، تقدر كموازنه عامه تقدر تقول انا هستثمر في الجانب ده او هخلص المشروع ده، فيبقى عندك اولويات. واهم حاجه في موازنه البنود والانواع هي فكرة تحديد المعايير.